أسوأ الحكومات على أهل البيت حكومة العباسيين معروفي المنصور الدوانيقي أفراد دموي أحد خلفاء بن العباس المعتضد الشيعة عملوا وجعلوه شيعي وعندما وصل الى الحكم كما في التاريخ امر بلعن معاويه يعني كان متجاهر بتشيع وان يكتب على المنابر خير الناس بعد رسول الله علي بن ابي طالب هذا امر ان يكتب على المنابر المعتضد بالله العباسي وأمر بإنشاء رسالة في معايب معاوية وأن تتلى فوق المنبر شوفوا الأفق اللي كان عده واحد من خلفاء بن العباس المنتصر معروف ابن المتوكل هذا الرجل الذي كان كما يقول التاريخ من زنادقه النواصب يعني ناصبي زنديق الشيعه عملوا هذا المنتصر جعلوه شيعيا وعندما جاء الى الحكم رد فدك من جمله اعماله وفتح الطريق أمام شيعة أهل البيت لزيارة كربلاء يعني المتوكل هو كان متشدد في هاي القضية المنتصر إجا وألغى كل قوانين أبيه وحدث هنالك التحول في البلاد الإسلامية الخليفة العباسي الناصر لدين الله هذا من الخلفاء العباسيين الشيعة اشتغلوا وجعلوه شيعيا هو يمدح كتب التاريخ يقولون وكان من أفاضل الخلفاء وهو أطول بن العباس ملكا الناصر حكم سبعة وأربعين عام هذا الرجل اي تغيير فعله في البلاد الاسلاميه. وهو الذي استرجع بيت المقدس هذا الناصر. وفي عهده المؤرخين يقولون اخذت الشيعه بالظهور والانتشار. انتشر التشيع. الواثق بالله من خلفاء بن العباس الشيعه اشتغلوا سووا شيعي. كم واحد صاروا؟ أربعة. المعتضد والمنتصر والناصر والواثق، راجعوا تواريخهم وماذا فعلوا في خلال حكمهم من التغيير. من الافراد الذين الشيعة اشتغلوا ولو هذا عمل فردي مو عمل تحول اجتماعي ابن خالد بن الوليد هذا من شيعة اهل البيت خالد بن الوليد ذلك الرجل المعروف بمعاداته لاهل البيت صلوات الله عليه ابن المهاجر كان من شيعة اهل البيت صلوات الله عليه عليهم وكان مع أمير المؤمنين وفي يوم الجمل حارب مع أمير المؤمنين وفقأت عينه في حرب الجمل وجاء مع أمير المؤمنين في صفين وقتل في صفين بين يدي أمير المؤمنين هذا ابن خالد بن الوليد